السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأخ كمال بعيس من مدينة مراكش. الأم ديالي ضربها واحد تريبورتور وهرب. كانت أصلا خارجة باش تقدا الخضر ديال الكسكسو وضربها مول تريبورتور وهرب. والأم ديالي كما تتشوفوا حاليا يعني لا حول لها ولا قوة، يعني مهرسة من الورك ديالها ومهرسة من الركبة ديالها، والكتف تا هو معطوبة فيه يعني، وما عندناش باش نداويوها. الله يجازيكم بخير، اللي سخا الله بشي حاجة والله يجازيكم بخير. لا تخلاوش على عليا ولا تخلاوش على الأم ديالي، وديروا راسكم في بلاصتي. أي واحد عنده الأم ديالو وأي واحد عنده والديه واللي ماتوا ليه الله يرحمهم ليه، الله يجازيكم بخير. ما تخلاوش عنا في هذه اللحظات اللي مؤلمة بالنسبة لي أنا، حتى نشوف الأم ديالي كل دقيقة تتألم وما عنديش أنا. تنفرج في الجوطية باب الكالة، تنشد الكاسكات وتنعاود تاني ندير لهم بريكولاج. ولكن هذه الأيام لو أن الظرفية ما كانتش بحال هكا ما غاديش ندير داك الفيديو اللي دارته. ولكن الحمد لله على كل حال، بعض المرات تضحي من أجل الناس الغالية اللي هي الأم. الأم راه ما كاين بحالها، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحالة الاجتماعية أستاذ يعني أصلا هي كارين ب 650 ريال الليلة. أنا أصلا مطلق في هذا البيت، هذا بجوجنا في هذا البيت، هذا في هذا البيت بجوجنا في هذا البيت أستاذ. أنا تنعس هنايا والوالدة تتنعس هنا، وبعض المرات إلا شفت القضية محاكة تمشي نصرف قنت آخر. والحمد لله على كل حال. أنا أصلا كنت راهن ما عرفتش كيف نكمل. أنا أصلا كنت راهن، ولكن الظرفية ديال كورونا خلاتني بأن داك الفلوس ديال الرهن، يعني الفلوس ديال الرهن اللي كنت راهن بهم، يعني كانت يتسني النفقة ديال البنت ديالي، وقضيت معاه واحد العام حيت كانت يتسني، ودوكا باقي تتسني واحد 8 شهور. وهذا الشيء اللي كاين. عندي جوج خواتات، وحده متزوجه وحده اصلا الله يهديها، وانا اللي هز الام ديالي، يعني الوالده ديالي انا اللي هزها وتنغير ليها ليكوش، واي حاجه خاصه تنعطيها ليها. هذا الشيء اللي كاين. تغيرت الحياة ديالي، تغيرت بالنسبة فاش شفت الوالدة وصلت لهذا المستوى هذا، تغيرت الحياة ديالي. ما عرفتش باش تبليت، يعني كنت أصلا في الجوتية مفرش، تسقط الخبر دورو الناس ليا بأن راه الأم ديالك ضربها واحد تريبورتور وهرب. جيت تنجري لقيت الأم ديالي هازينها في كريسة ومدخلينها. ما عرفتش باش تبليت، يعني باش من نقول لكم ما عمر تصورت بأني الأم ديالي نشوفها بعدا مقعدة بهذه الطريقة، وتنهزها في الكريسة تنهزها في الكريسة. والناس الله يجزيهم بخير هما اللي ساهموا معنا في الكريسة، حيت انا اصلا ما عنديش باش نشري كريسة. عطاوها لنا الناس الله يجزيهم بخير. ما كنتش متصور بان الام ديالي بتوصل لهذا المستوى. والحمد لله على كل حال، تنحمد الله على كل حال. تنحمد الله على السراء، وتنحمد الله على الضراء، تنحمد الله على المرض، تنحمد الله على هذه الوضعية كيف ما كان الحال. حيت حتى واحد ما تيختار الحياة ديالو كيف بتكون، او ما تيختار والديه كيف بيكونوا، او ما تيختار القدر ديالو. كل شيء بالاراده ديال الله، والحمد لله على كل حال. الامل ديالي هو الوالده تشافى ليا استاذ. الامل ديالي هو الوالده تشافى ليا باي وسيله، توقف على رجليها حتى هي بحال الامهات، يعني ديروا هاد السيده بحال الام ديالك. الام ديالك طبعا ما غاديش تدخل كل نهار تشوفها تتالم وانت ما مسوقر لها والو، طبعا راه غادي يبقى فيك الحال وغادي تالم انت من الداخل. الامل ديالي بعد الله جل في علاه هو الام ديالي توقف على رجليها وتمشى، ويتعاونوا معنا الناس، حيت حنايا محتاجين ايها الناس، محتاجين لواحد الاحتياج لا يعلمه الا الله. والحمد لله على كل حال. الحركة واقفة والله العظيم، ويجيو الناس ويشوفوا. تنفرشوا في باب دكالة بعض المرات تدي 40 درهم، كنا تنديو على الأقل واحد 80 درهم شي وقت. دروك راه والو، دي ما 40 درهم 600 بعمرات، كيف تجيب السلعة كيف تتردها؟ تتبقى ترد مثلا ديك الخريدة، وديك الخريدة هي تتبرعوا لنا الناس بها، حويجات
تيعيطوا لي الناس في الفيسبوك، جهز واحد الخريده، جهز واحد الحويجات، اللي بيرمي شي حاجه تيعطيها لي الله يجازيه بخير، تنمشي نعاود فيها ربيع. وبعض المرات تنمشي الجوتيه تيبان ليا شي كاسك مهرس ولا شي كيتمان ولا شي حاجه بتبريكولا، تنبريكوليها وتنحطها. اما الحركه راه صامته، الحركه راه صامته، والحمد لله على كل حال. هادشي اللي كاين استاذ. نعم استاذ، كما سبق ودرت واحد الفيديو من قبل باني تنشد الكاسكات وتلقاهم في البركاسات بعض المرات، ولا تيجيو دوك المايه اللي ميخاله اللي تيجمعوا الزبل من البركاسات، تيجيبو تيلقاو الكاسكات مهرسين، تناخذهم من عندهم، تنحوزهم من عندهم انا، وتنمسحهم وتنقيهم وتنجيب الكاويه وتنعاود نقاد داكشي، تنقاد داكشي، تنقاد الحاجه اللي بتقاد بات اللحم، الحاجه اللي بات لها سبيسيان تنجي لها، نجي لها سبيسيان، تنمسح داكشي. يعني الكاسك تيرجع كيف كان، لعله حسن كاع ما كيف كان، تنرجعو كما كان، وتنحطو في الفيسبوك، ولا تنحطو في الجوتيه، تيجي الشاري وتيشريه. وراه سبق ليا ودرت واحد الفيديو، لعله دوكا تقريبا راه وصل ل 800 ألف، 800 ألف مشاهده، وهزوه بعض المواقع، هزوه عندي من الفيسبوك، حطاتو ديما مراكش، وحطو واحد الصفحه سميتها، نعم اسمع اعتذر، يعني حطوه بعض الصفحات. هذا الشيء اللي كاين استاذ، هذا هو العمل ديالي. وفوق هذا الشيء من حملات كتاب الله اخوان، راه عارفين المقرئ كمال البعيص، راه صليت في عده مساجد في التراويح، صليت في الوحده الرابعه، صليت في البديع، صليت مع السي يونس العيادي في مسجد بن يوسف، صليت مع السي وديع، السي وديع شاكر ديالنا في القصبه، صليت في بابيلان، صليت في اكادير، يعني عدة المساجد صليت فيها وحزت. أنا مثلت مراكش في 2005 في مسابقة مواهب في تجويد القرآن في دوزيم، أنا مثلت مراكش، ومسابقة محمد السادس في 2006 أنا مثلت مراكش في القراءة الشرقية، والعام اللي فات كانت واحد المسابقة ديال قطر عن بعد، أنا اللي مثلت المغرب وشي إخوان، ثلاثة الإخوان، وقرينا عن بعد. وشكرني شيخ القراء في العالم العربي، شيخ القراء في العالم العربي، اللي الشيخ المعصراوي هو شيخ القراء، مدح قراءتي وبدأ الحمد لله يمدح في قراءتي أنك قراءة ممتازة وكذا. أنا تستيت من ضمن 25، ولكن ما جابش الله تيسير في دوك الخمسة اللي تتأهلوا في الأخر، أنا تختاريت من ضمن 25، ولكن لو بغيت نكمل ومن دوك الخمسة اللي فاتوا ما تأهلتش من ضمنهم. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، الطلب ديالي الله يجازيكم بخير، هو الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، الطلب ديالي اللي سخى الله بشي حاجه يتعاون مع كمال البعيص، ويتعاون مع الام ديالو اللي هي ضريره حاليا دوكا طريحه الفراش، تعاونوا معايا الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، باش ما تعاونوا معايا، حيت حنا في حج يعني ماسه الحاجه. الله يجازيكم بخير، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. والسلام عليكم ورحمة الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.